السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف بعض الحيل والأفكار في النفس وركس مانجر اللي احنا كنا شرحنا الكلاش ديتكشن وشرح النفس وركس قبل كده. فخلينا أقول له مثلا المشروع هو أقول له أنا عايز كلاش ديتكشن، ممكن أبدأ أعمل تيست لأجزاء من المعماري مع أجزاء من الإنشائي زي مثلا الضغطات مع السيلينج وهكذا، تمام. فاحنا أنا عملتهم أكتر من مرة في أكتر من مشروع، فهقول له أعمل لي إمبورت للملف دوت. فجاب لي الاعدادات، كل واحده من دول ليها الاعدادات بتاعتها. يعني هنا مثلا ده الالكتريكال مع الدرينج، طيب هقول له ابديت اول، فهيبدا يفحص المشروع الجديد بالاعدادات اللي انا كنت عاملها قبل كده. ممكن ابدا اعدل في بعض الاعدادات واسيفها، يبقى عندي ملف تاني يكون ادق في الحسابات بتاعتي. طبعا دول عشرات الحاجات او اكتر من 100 نوع من انواع الفحص، تمام. هقول له ظبطهم لي، فيبداوا الحاجات الكبيره تظهر معايا فوق، وده سهل عليا. طيب لو انا دخلت هنا في الريزولت هتبدا تظهر لي النتائج اللي انا شايفها. طيب لو انا علمت مثلا سيلكت على ده وده وجيت هنا في الاكسكلوزيف، فيبدا يجيب لي الكلاشات المتعلقه بده. انكلوزيف بيجيب لي لو في اي كلاش متعلق بالعنصر ده، يعني ايا يكن اي 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 حاجه مثلا انت عايز تفحصها ان فيها كلاش ولا لا، او انت في جزء معين عايز تفحصه ممكن تقول له هات لي لو في عنصر موجود ولا لا. طيب اقول له ما تعمليش فلتر، ممكن مثلا عنصر زي دوت مثلا اقول له انكلوسيف، يعني يكفي ان يكون خابط في عنصر واحد عشان هو يعتبره ان في كلاش، تمام بالشكل دوت. طيب احنا كده عاملين سيلكت على ايه؟ خلينا نشوف السيلكشن تري، يعني عاملين على التوبوغرافي. ممكن اقول له مثلا هايد للتوبوغرافي دلوقتي. وانت بتعمل كلاش في بعض العناصر بتحتاج ان انت تخفيها عشان تركز على اجزاء معينة من الشغل، تمام. ممكن مثلا انت عايز تشوف الجزء زي دوت، فبتبدا تقول له ايه شوف لي اذا كان متعلق في اي حاجه ولا لا. يعني مثلا في مكنه معينه مهمه بالنسبه لك، فتبدا تركز على المشاكل اللي موجوده في النقطه دي. طيب هقول له لا عايز نان. طيب ممكن اعمل فلتر باي تاني، هاجي هنا واقول له كويك فلتر باي نيو الستاتس الساين او جراوند. كده ركز لي على الجراوند، فبدل ما انا عمال افحص المشروع ككل بدأت أركز على دور دور، وده طبعا هيسهل لي الشغل بتاعي. فكده أنا بقيت أعمل فلتر على الحاجة بحيث إن أنا ما توش. ممكن أقول له أنا عايز أشوف الحاجات المشكلة الجديدة، ممكن أقول له مثلا أنا عايز أركز على الحاجات اللي واخدة أبروفل، تمام. فيبدأ يخفي لي كل حاجة ما عدا الحاجات اللي واخدة أبروفل وهكذا، ده بيسهل لي، تمام. ممكن أقول له كلير كويك فلتر بحيث إن أنا أشوف المشروع ككل. لما ادخل في الاف المشاكل غير لما اكون مركز على اهم المشاكل اللي انا محتاج ان انا اركز عليها، اللي هي المشاكل الضخمه اللي صعب تتحل في الموقع.